صارت زبدة بنية عادي، أهم شي إنها ما انحرقت. وبس بكذا فطورنا جاهز، أنا وتاليا راح ناكل بالعافية. حطيت هنا الجبنة الكريمية الفتة وطبعا الفلفل حق ماما. يا مساء الخير، رغم الإزعاج لازم يعني والحوسة لازم أوريكم المطبخ. المهم نعم يا مامي، توتو ايش تبي؟ أصورك كمان تأشر علي يعني صوريني هنا. خلاص أوكي كذا تشيز سي تشيز قلبي أنا، يلا باي. المهم فالمطبخ زي ما انتم شايفين مرة محيوس، فالحمد لله يا جماعة الرفوف يعني طبعا مو باين حاليا شكلها، خلوها تترصرص الأشياء بعدها راح يوضح، بس الحمد لله مرة مبسوطة. وطبعا دوبني طبخت على السريع وأكلوا البنات والحمد لله كلنا أكلنا. بس بنظف على السريع، شوفوا الكورنر، هشرح لكم كل حاجة إن شاء الله بعد ما انظف وارتب وكذا. فابغى انظف المطبخ، ابغى انظف البيت كله. تخيلوا طلبت عاملة بالساعة، بس للأسف ما كان في بكرة اللي هو يوم الاثنين، اليوم يوم احد، ففي يوم التلوت. المشكلة بكرة ان شاء الله حيجينا قريب عبد الرحمن، عشان كذا قلت اليوم، مو شرط اليوم، حتى بكرة الصباح ان شاء الله ابغى اروق المطبخ والبيت كامل. يعني شوفوا هذه الاشياء كلها كده عليها زي الطبقة بيضة كانت، فعبد الرحمن كده بس مسحها بالموية علي ما أنا أطبخ وكده. فكلها بأشيلها وأمسحها مظبوط. تعرفوا الطبقة اللي تيجي من الدريل حرفيا غطت المنطقة هنا. فحاليا زي ما انتم شايفين الساعة 8:30 الليل، والبنات لسه يعني سامعة أصواتهم ما ناموا. هنا كده كلها حنضفها، خلاص الديش واشر مليانة وشغلتها ويلا باي. يا صباح الخير من تاني يوم. فشوفوا هنا الجلالة حقت المطبخ الصغيرة اللي أنا أحب كده، يعني وأنا بطبخ وأنا بسوي المواعين وزي كده يكون في تحت رجلي سجادتين. فهذه اشتريناها السنة اللي فاتت، شوفوا يعني اتغسلت، أمس غسلتها بالهوفر حقتي حقت الموكيت وبس، الحمد لله يعني على وشك تنشف. يعني ممكن كده على الظهر العصر خلاص حتكون نشفت بشكل نهائي، حنقولها على المطبخ يصير. فبس هذه هي حقت الموكيت الهوفر حقتي اللي دايما اصور لكم هي، واكيد تكلمت عنها في واحد من الفلوقات قبل كده. بس دحين خلينا اوريكم المطبخ. فدوبني الحمد لله مسحت المطبخ، كنست بالروبوت ومسحته مرة نظيف. فاول حاجة بسويها ارتب كل المواعين. وهنا يا جماعة الرفوف الجديدة، هذا الشيء الوحيد اللي رتبته اليوم الصباح. شوفوا ايش رايكم، انا يعني مو بس معجبة بالرفوف، مرة ما شاء الله يعني شكلها كده يفتح النفس. شوفوا كيف غيرت في المكان. طيب فبما انه قلت لكم اليوم حيجينا الضيف، فخرجت هذا حق الطاولة، بقي امسح طاولة الطعام. هذه الاكياس فيها مشترياتي من H&M. يضحك انهم اعطوني كيس نيكست وموجي، شكله مخلص كان الكيس حق H&M هوم. مرة اشياء بسيطة اشتريت، بس انه مرة حلوة وراح استفيد منها اكيد. وتاليا تغني في الخلفية، لا من جد مرة حلوة رفوف بصراحة. عبد الرحمن مرة اتحمس انه يغير اسطح المطبخ، قاعد يقول لي احس لو كانت فاتحة يطلع مرة افخم، فانا اوافق الرأي. طبعا اوافق الرأي، من زمان ابغاها فاتحة. طيب خلوني اوريكم الطاولة، خلاص كل شيء مرتب، خلاص رتبت كل شيء في البيت الحمد لله، البيت يلق. هنا ندخل على المطبخ، فبس جهزت كده تبسي وصحون للشاهي، حرفيا ما في افكر في فناجين تانية، خلاص بس بسرعة بسرعة بقي اروح اجهز وخلاص. يوم ويلا باي. مين جاء؟ لا مو بابع. حطيت شوية عنب وكذا رطب وشوية مكسرات وفواكه مجففة، لأنه سمعت إنه الضيف عامل رجيم، فيعني بما إنه عامل رجيم بلاش نسوي حلا. بصراحة كنت بسوي كوكيز بس حسيت إنه ما راح ينأكل، فأيوه خلاص. يا صباح الخير، شوفوا الباكجينج الجديد حق ستاربكس مرة كيوت لليوم الوطني. المهم
مع اني لسه باقي على اليوم الوطني مري كتير. فعبد الرحمن راح بيجيب لي البلو بيري مافن. بصراحه كنت بصور لكم. هو ترى عندهم نوعين عشان لا تتلخبطوا، في نوع بكرامبس وفي نوع ما فيه له كرامبس. النوع اللي بكرامبس يكون لايت، يكون حق دايت، هو اللي انا احبه. في نوع ما فيه له كرامبس ساده، ما هو لذيذ يعني، ما افضله بصراحه. فما لقى غير النوع العادي اللي انا ما احبه اللي فيه له قطع بلو بيري. بس النوع اللايت نفسي اوريكم هو، لانه ما افتكر انه فيه له قطع. المهم فشوفوا، جاب لي التفاح اخر حاجه، يعني قلت بما انه ما في غير النوع اللي ما احبه. فمن زمان نفسي اجرب التفاح. شوفي توتو كيف من اول هي تبغى تاكل بالعافيه، مسكينه مزكمه وكبت الدواء على نفسها وهي تشرب. دوقي يمي. شوفي دوبنا دكتو مره نكهه، احسها خريفيه، سينامون وتفاح. بس يا جماعة البلو بيري ضروري تجربوه، بلو بيري الدايت مو العادي. وهنا فاكرين آخر مرة كنت في جدة في المطار جربت اللي هو الفلات وايت مع حليب جوز الهند، مرة عجبني. يعني حليب جوز الهند يجنن كان. فبس عندي العاملة اللي بالساعة، يلا باي. يا أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ طيب خلوني أوريكم إيش اشتريت من H&M، لأنه نسيت اوريكم وبصراحة بستعمله دحين. ابعمل بيه حاجة مرة لذيذة، حعمل دبل شوكليت كوكيز، كوكيز بالشوكليت وبقطع الشوكليت. مرة متحمسة اعمله من زمان كده ومشتهية حاجة ملغمة شوكليت. ابستعمل اللي اشتريته. طبعا انا ما اشتريت لا من موجو ولا من نيكست، زي ما قلت لكم اشتريت من H&M هوم. بس اعطوني دي الاكياس. كده الوضع يضحك يعني، حتى الكيس اللي جوا مو حق H&M، حق اتوقع فيكتوريا سيكريت هذا. فيلا خليني اوريكم ايش اشتريت. فهنا عندي ده، صورت لكم هو في سناب شات وتيك توك، مره عجبني ابدا الحجم من زمان. وشوفوا بصراحه خشبيات H&M هوم ويست إلم يعني تفوز، مرة حلوة. بوتري بارن طبعا، بس يعني هدول الثلاثة خشبياتهم غير. قد ما ألاقي صحون زي كده خشب، بس معلش بالنسبة لي H&M هوم يعني مرة يفرق. فحلو كان عليها تخفيض، وهذا الحجم الأكبر عجبني أعمل فيه وصفات وكيك وزي كده. تعرفوا لأنه مو أغلب الوصفات بدأت يعني، مثلا المادلين وكده ما يحتاج أنكم تخلطوه في خلاط الكيك. فخلاص حبيت هذا يعني كبير. شوفوا هذا توقع ب90، أوكي 100، هذا ب 100 ريال. بس حبيته، دحين هعمل فيه الكوكيز هنا. وكمان اخذت هذه البلوزه. شوفوا انا بصراحه يعني ملابس البيت دائما، شوفوا ب 15 ريال يا جماعه، الكواليتي جنن ناعمه. المهم فاخذتها كده حلوه، اذا يعني خرجه كده مره بسيطه او في البيت. انا عاده ملابس البيت من H&M وقت التخفيضات، فلما اشوف كده قطع عليها 15 ريال 20 30 ريال على طول اخذها للبيت. تنانير، شورتات، بلايز، اغلب الوقت البلايز هذه اللي زي كده الكت. فتلاقوني كده لابسه وقت التصوير، دائما بس البسها وقت التصوير عشان ما احب يدي تكون يعني كلها برا. فخلاص احب كده ابين دي المنطقه بس. هنا اخر حاجه هذا اشتريت منه قبل كده اذا فاكرين، فكيته معاكم، اخذت 2 لانه انا عندي 6 حبات، فحبيت يكون عندي 8، يصير اذا جوني صاحباتي وزي كذا احط لهم. هو مره حبيته، شكله يجنن ودائما موجود في H&M من الكوليكشن اللي يعني ما يتغير. فشوفوا يا جماعه هنا عندي 6، عارفين دوبني افتكر عندي 5 مو 6. مره يضحك دوبني استوعب لما فتحت الدولاب، صح هو 5 فعلا، ما كنت وقتها الاقي غير 5، فدحين اخذت 2 صاروا 7، لازم اخليهم 8 يعني، خلاص اباهم قد حجم الطاوله حقتي. فيبالي اذا رحت اشتري واحد كمان زياده. المشكله وقت التخفيض كان فيه بس 2، ترى هم دول الاثنين اللي شفتهم بس باقيين، ممكن اروح فرع العثيم اشوف. بس هو ده. فيلا اغسله. يضحك انهم حاطين الستيكر في كل محل. اسوأ فقرة كالعادة. دحين نجي هنا للاشياء اللي جهزتها، فحطيت كل المكونات ويلا حاقول لكم ايش هي.
عندنا البيضة نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نص ملعقة صغيرة بيكنج سودا. هنا في 140 جرام زبدة في حرارة الغرفة، أو تقدروا إنكم تخلوها زبدة بنية. وهنا عندنا قطعة شوكولاتة، عندي ثلاثة أنواع، حطيت جالكسي، حطيت شوكولاتة بيضة، كمان حطيت من السيمي سويت اللي حلاها خفيف شوية. طبعا الفانيلا والكاكاو الباودر كوب إلا ربع، وكوب دقيق، خلاص هي دي كاملة المكونات، مرة سهلة. آخر حاجة السكر، السكر الأبيض والسكر البني، وطبعا حكتب لكم المقادير بالضبط في صندوق الوصف تحت الفيديو. فبس شوفوا هنا الوعاء مرة كيوت، حأخلط فيه كل حاجة وأصوره. خلاص الحمد لله خلصت، بس بقي شايفين هذه الشوكولات أخبطها مع بعض وأكورها. مرة شكله مشهي يا ربي، متحمسة أدوقه مرة. خلاص يعني أصلا جيعانة بصراحة، الساعة حتصير 3 وأنا يعني ما فطرت ولا شيء اليوم كالعادة زي كل يوم، بس شربت القهوة والفلات واي، حتى المافن يعني جزء منه أنا وتاليا تشاركنا. بس هو ده شوفوا السيمي سويت أنا مو مرة أحبه، بس تخيلوا أنا طلبت من كارفور نوع شوكليت يكون بالحليب، أرسلوا لي السيمي سويت، فهذه ماركة أول مرة أجربها بصراحة، دكتو ألد من حق هيرشيز. شوفوا هيرشيز أنا السيمي سويت حقهم هو الماركة الوحيدة اللي أنا ما أحبها، أحس فيه نكهة غريبة كده ما أعرف كيف أوصفها، بس مميزة أعرفها. حتى لو أي أحد سوى كوكيز بالسيمي سويت حق هيرشيز أعرف على طول إنه هذا حق هيرشيز، ما تعجبني. بس هذه اللي لا أشوفوها يعني مرة شوكليت عادي، عجبتني طعمها، هذه صورتها. المهم فدحين خلاص هلخبطه أكوره أحطه في صينية الخبز، هنا هدخله الثلاجة بعدها نص ساعة يرتاح شويتين. يعني المنظر من قريب مغري. طيب شوفوا كيف حطيت شوية على الوجه، لازم أحط قلوب شوية لمسات، مرة عجبني، إيش رأيكم؟ يعني شوية شوكليت كده على الوجه عشان يصير شكلها مرة حلو. هدخلها دحين التلاجة وخلاص بعدها أخبزها، فراح أخبز كل الصينية ديكا وهذا الباقي، يعني تقريبا هذا كأنه قد الصينية كمان، لأنه أنا عاملة الكوكيز مرة نتفة. المهم فهذا حكوره دحينه وأبقى أفرزنه. شوفوا أبقى أكوره لأنه مرة يصير أسهل كده. هذا الصحن راح أحطه في الفريزر عشان يجمد، بعدين أحطه في كيس كده يصير جامد، يصير مثلا إذا اشتهيت في نص الليل كوكيز أقوم أخرج حبتين وأحطها في القلاية الهوائية، وبكده يصير عندكم كوكيز فريش في يعني 5 دقائق حرفيا. بس يا جماعة هذه الفترة أحس نفسي مرة مضغوطة حرفيا، مرة يعني متحمسة بس في نفس الوقت هي تعرف شعور التوتر من السفر مع البنات لحالي. يا أهلا وسهلا، شوفوا يا جماعة الكوكيز بيدوب جوات يدي، يجنن يجنن يجنن، يعني لذيذ بصراحة بشكل مو طبيعي. قاعدة تخيلوا يعني بس أنا قاعدة أصور أكلت دا ودا ودا حقيقي مرة مظبوط مرة لذيذ، بس في مشكلة واحدة في الكوكيز، حسيت السكر الأبيض راح أقلله شويتين، أنا بصراحة حسيته كتير بس قلت خليني يعني أعمله ونشوف إيش يطلع. فهي الطريقة فيها 2/3 سكر أبيض و3/4 الكوب اللي هو كوب إلا ربع سكر بني، فبصراحة المرة الجاية راح أقلل السكر الأبيض، لأنه أنا كمان حاطة شوكليت أبيض وحاطة جالكسي، فتحسوا اللي أداها حلى بزيادة، بدل 2/3 الكوب راح أخليه نص كوب، فغير كده يجنن مو طبيعي قد إيش لذيذ لذيذ مرة. فمظبوط وشوفوا شكله حلو مرتب ولا من جوا لين، فشوفوا دي كيف شكلها يجنن، أحب كده لما تخرج الشوكليت من هنا مرة مشهية. وهنا غسلت كل الخشبيات حقتي، طبعا أخاف عليها على طول أغسلها، فاليوم إن شاء الله بروح لا إيش ده؟ فجوا لالا وتاليا ياكلوا من الكوكيز، لالا مامي غسلوا يدكم بعدين أوكي؟ فاليوم إن شاء الله بروح المول، يعني بكرة عند لارا فعاليات كده يوم الألوان، لازم أشتري لها بلوزة بنفسجي، البنفسجي الغامق، ومرة محتارة. فصاحبتي قالت لي شوفي في الموقع حق ماركس أند سبنسر فيه، ورايحة ظهران مول بشوف. تعرفوا يعني طلبات المدارس هذه أنا مو مرة أحبها بصراحة، فياريت إنهم ما يكتروا لي زيادة أحتار كده وأحوس. كمان في حفلات أعياد ميلاد في الويكند ده والويكند اللي بعده، فبرضو لازم أروح أشوف هدية. ما تحسوا إنه سبتمبر وأغسطس أكتر شهرين فيها أعياد ميلاد حرفيا؟ كل الناس في السناب المشاهير، أحس في كل محل ما شاء الله الناس بتحتفل أكتر شهرين،
اصلا ما شاء الله يعني الناس العذراء اللي انا اعرفهم في حياتي اكثر شيء، ومن حكايه الابراج ترى يعني بس انا اخذها من باب كيف المزح، ابدا ما هو موضوع جدي. حتى الصفات اعرف عذراء قديش كثرهم وحرفيا ما في ولا واحدة فيهم تشبه الثانيه، يعني الشخصيات مره تختلف، وحتى العذراء الرجال وزي كذا، اخويا اخو عبد الرحمن كذا، يعني تحسوا الشخصيات كلها تختلف حرفيا. فبس يعني انا ما اؤمن بهذا الشيء ابدا، بس انه لما احد يقول لي مثلا اوه انا قوس زيك انبسط كذا، احس انه كيوت تولدنا في نفس الشهر زي كذا، يعني بيننا كم يوم، هذا هو الشيء اللي يفرحني، بس مو انه حنكون نفس الصفات لانه مستحيل. طبعا يعني البيئه والجينات ترى تاثيرهم اكثر واكبر من انك تولدتي في ذا اليوم، يعني بالذات البيئه انا بالنسبه لي اعتبرها يعني اكثر حاجه تاثر في الشخصيه. مستحيل مستحيل انه هذه تربت في بيئه وهذه في بيئه حتطلع نفس الشخصيه، وما في احد تربى في نفس البيئه، لازم في اختلافات، لازم في الابهات في التعامل في اي حاجه. فهذه هي فلسفتي من ناحيه الابراج. حتى افتكر في دوكيومنتري، يا الله قد ايش حاولت ان انا ادور على اسمه مني لقيته، عبد الرحمن جا خليه يدوق الكوكيز. البنات مره متحمسين. المهم فعبد الرحمن مزكم وتاليا مزكمة، ولاري تقول حلقي يوجعني، فالحمد لله يعني حرفيا كل شهر تقريبا بنمرض. المهم فكمل لكم حكاية البرنامج. كان في البرنامج انه عملوا زي الدراسة، فكانت الدراسة انه اخذوا مجموعة من الناس قالوا لهم انتوا حاليا في الغرفة كلكم نفس البرج، وقتها قعدوا يعرضوا عليهم زي الأسئلة وزي كده، انت كده في هذه صفاتك، وكلهم يتفقوا انه ايوه هذه صفاتنا. هم بيقولوا انه مثلا برج القوس هذه صفاتكم صح، وكلهم اللي في الغرفة اتفقوا ايوه هذه صفاتنا. في نهاية الدراسة فاجأوهم انه ترى انتم انتوا نفس الأبراج. فيعني انتوا لما مثلا تيجوا تقولوا والله نحن مثلا القوس مرة نكون مثلا اللي قلبنا على لساننا، ابدا ما هو ضروري. حتى صاحبتي بتقول لي اعرفك انت قوس وعمتي قوس واختي قوس، قالت لي ولا واحدة فيكم نفس الشخصية. وفعلا لازم يعني كل واحدة تتفرد بحاجة خاصة فيهم. انا انبسط ايوه على حكاية الابراج، بس مو انها هي الصح وهذه هي شخصيتك اللي انت انولدتي فيها، مرة غلط. المهم ويلا اشوفكم على خير ان شاء الله، باي. اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ خلوني اوريكم في واحدة مرة لطيفة في الانستغرام، عندها بزنس وحبت ترسل لي من البزنس حقها. خلوني اوريكم الفكرة، بصراحة مرة حبيتها، انا دائما احب هذه الاشياء. البزنس حقها عبارة عن بوكسات كده مرتبة تهدوها هدايا او لنفسكم، بس مرة حلوة فكرتها كهدايا. فهذا هو الحساب، حرفق لكم هو في صندوق الوصف تحت الفيديو. شوفوا اللطافة، شوفوا المسج قد ايش كيوت. شوفوا محتويات البوكس الاول، ايش الكوب كتكوت، لو تصدقوا قد ايش انا من فتره مره طويله ابى مرشه للزراعه. شوفوا مره، شكرا مره، يعطيك العافيه اروى. طيب فشوفوا مكونات البوكس الثاني، برضو كوب، وكمان هذه المريله كذا، مريله مره كيوت، شوفوا مره حلوه. تختاروا الهدايا اللي انتم تبوها وترسلوها للي تحبوهم. كمان مره عجبتني فكره المسج كذا، خلاص تهدوا احد تحبوه، يعني حاجة حلوة وبسيطة. يا أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. طيب يوم جديد، اليوم خميس ويكند وكذا، اليوم عندنا حفلة ميلاد، فأحس قد إيش متحمسة إنهم يلبسوا ويروحوا اليوم الحفلة. طبعا تاليا سمعين زنة في الخلفية قاعدة ما تبغى تاخذ القيلولة، وأنا مصرة إنها تاخذ لأنه الحفلة من الساعة 6 إلى 8، وعادة بناتي لما يجي الساعة 7 خلاص الاثنين انهيار ونكد النوم، فلازم خلص انومهم الساعة 7 وعادي يعني انا اكمل علينا الليل نص الليل. فاذا ما اخذت القيلولة تالية الحفلة حتكون نكادة، الله يستر. شوفوا الديتيلز، والله مرة كيوت كيوت كيوت، يجنن، اعشق عليهم دي الاشياء. يا صباح الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين. من ركن القهوة حقتي الجديد، ركن الكاسات، اي حاجة. المهم فدوبني صاحية، فالبنات قاعدين يتفرجوا تلفزيون، وهنا طبعا اليوم يوم الجمعة ويكند ولارا موجودة. أمس عملت للبنات بانكيك، كان في موزة يعني خلاص بنية، والخليط الباقي حق البانكيك بصراحة أنا دبلت الخليط حق البانكيك، فعملت لهم بانكيك أمس، واليوم ما حبيت أعمل بانكيك، قلت خليني أعمل مفن، مفن كب كيك، يعني هو البنانا بريد نفس الوصفة يعني حقتي تقريبا، هي نفسها حقت البانكيك، بس زودت على الخليط نفسه حق البانكيك، زودت له سكر بني كده في زبدية، حطيت زيت بصراحة بالنظر حطيته تقريبا كأنه ربع كوب، وحطيت كمان سكر بني تقريبا ربع كوب، وحطيت كمان بيضة، وحطيت كمان فانيلا، وبس لخبطتهم كده مرة كويس، بعدين أضفتهم على خليط البانكيك وخلاص لخبطته على الخفيف ورصيتهم.
ان شاء الله يعني انه حيطلع مزبوط نشوف. وطبعا ابدا ما هو ضروري، بس انا يعني تعرفوني قلت لكم عم مرة احب الكرامبس هذه اللي على الوجه، بس كده زبدة حتى بالنظر اخذتها الزبدة وكده فركتها مع سكر بني ودقيق وحطيت لها شوكليت كده خلاص حطيتها على الوجه ومتحمسة دحين اخبزها. يصير الين ما تنخبز انا حوريكم الرفوف الجديدة وحقول لكم الاغلاط والاشياء اللي فيها. هذه هي الرفوف، حبيت اعملها كده رفين زاوية لانه انا عندي هذه المنطقة كلها فاضية وما حبيت اعمل فيها دولاب صراحة. عبد الرحمن قال لي تبي نعمل دولاب، ترى اسمع خليه فاضي نحط فيه رفوف مستقبلا، وهذا الكلام متى؟ قبل 5 سنين. فكده شكلها مره حلو مره عجبني، يعني كده خشبيه ادت شكل للمطبخ من بعيد شكلها يجنن. حبيت يعني مو اني احط كل الاكواب، شوفوا بس حطيت السوفينيرز الاكواب اللي انا يعني ما اشرب فيها عاده، وبس حطيت هنا شويه تحت من الاكواب اللي اشرب فيها هذه، بس اللي فوق كلها سوفينيرز يعني. بس شوية زرع كده، الكبسولات حقت القهوة، ابدا مو يوميا نشرب كبسولة قهوة فعشان كده خليتها فوق. هنا كده تحسوا شكلها من بعيد مرة عجبني، شوفوا كيف غيرت يعني احلى طبعا من اللي موجودة قبل كده. فالحمد لله مرة طلعت تجنن، صح انهم مرة تأخروا زي كده شهرين بس الحمد لله. نجي دحين للاشياء الاغلاط، هذه المسكات الحديدية تخيلوا انه عملها اطول من الخشبة نفسها، كيف طب هيتطلع على برا يعني حيكون شكلها مرة بشع، ما اعرف هم كيف ما فكروا في الموضوع ده. المهم المسكات خليته يقلبها، فخليت العمود زي ما انتم شايفين على جوا من ورا وخلاص يصير مغطى بالاكواب ما يكون واضح، مو زي لو ركبتوه على تحت فيصير الحديدة طالعة بارزة تشوفوها قدامكم. فهذه الحركة لأنه طبعا إنكم تثبتوا عصايات من جوا الرف يكون مرة صعب، ولازم الرف يكون شوية عريض قلنا. أنا بصراحة ما حبيت الرف يكون مرة عريض، قلت له عادي أعمل لي هي الحديدة وركبها بالطريقة هذه. شفت أروى العمراني عاملة دي الحركة في بيتها، وبصراحة من وقتها وأنا في بالي الحركة تجنن مرة عجبتني. فكمان من الأغلاط اللي عملوها الرف ترى خارج على برا شوية، يعني لو إني حطيت حاجة ورا مثلا إطار صور أو حاجة راح تطيح، شوفوا تدخل على جوا يعني. أوبس، شايفين كيف نزلت على تحت؟ يعني مثلا شوفوا هنا كيف، حتى ما هو كان عارف يركبه، بعدها جاء عبد الرحمن وقال له خرج الرف شوية على برا عشان الحديدة ما تكون بارزة، بس شوفوا هنا هذه المنطقة بارزة. فالمهم بس من جد يعني خشبهم الكواليتي بصراحة ما عليه كلام، يجنن الخشب. حتى تعرفوا قاعدة أفكر إني أعمل الجزيرة حقت المطبخ حقتي نفس الخشب، مرة حسيت تطلع حلو في التصوير في الطبيخ في كل حاجة، فحفكر فيها إن شاء الله. كمان من الأشياء اللي غلطنا نحن فيها، شايفين هنا الفتحات حقت الرفوف القديمة، ما أعرف ليه ما جاء في بالنا إننا نسد الفتحات هذه، راح من بالي مرة أنا وعبد الرحمن. فدحين الضروري الفتحات هذه تنسد وتنصبغ المنطقة، ما أعرف ممكن عبد الرحمن حيفك الرفوف عشان لا تنعدم وزي كده مع حكاية الصبغ وهذه الأشياء. طبعا كل شوية أقعد أغير في ترتيب هذه الأشياء اللي هنا، بس شكلها مرة يجنن مرة حلو، قدت تروح كده أحس للكورنر حق القهوة. وهنا كده تحت خلاص كل أشياء القهوة، الجهاز حق القهوة، مرة كيوت. والشمعة الخريفية خلاص ديم خريفي، دخلنا الخريف. شوفوا خرج من الفرن الريح على أحكيكم، شوفوا هذه في النص كيف شكلها يجنن مرة حار، شوفوا كيف حلوين منفخين مرة عشان عبيتوا ألين شفتوا كيف قبل الأخير. شوفوا الله أحلى كب كيكات عملتها رائعة، متحمسة دحين أشربها مع القهوة.